هي عمليات متبادلة بين جميع الأطراف. بالتزامن مع انكماش المساعدات الإنسانية الدولية للشعب السوري بعد دخول ثورته عامها الخامس، ونظراً للظروف الإنسانية القاسية التي يعانيها وخاصة في الداخل، نشأت منظمة إنسانية سورية داعمة إلى حد ما لمن بقي في الداخل السوري، ولكن الطبيعة الجغرافية والوضع العسكري الراهن في سوريا وحداثة خبرة كوادر تلك المنظمات كان عائقاً أمام إنجاز الكثير من أعمال تلك المنظمات. في مناطق فيها استجابة أكثر من مناطق، في مناطق فيها مهمشة تماما، في عوائل بتاخذ أكثر من عوائل ثانية ضمن الاستجابة، هذا الشيء عم بيساوي تفاوت بالاستجابة، هون بنسمي هي الاستجابة ضعيفة الكفاءة والفعالية. هذا السبب الرئيسي اللي خلانا ننطلق باتجاه دراسة مشروع المنصة التنسيقية. نحو استجابة أكثر فعالية هو عنوان المشروع الذي أقامته شبكة إغاثة سوريا، وذلك للتعاون مع أكثر من 60 منظمة تعمل بالشأن الإنساني في الداخل السوري بهدف سرعة الاستجابة لتقديم المساعدات اللازمة هناك، إضافة لرفع مستوى كوادر تلك المنظمات عبر تقديم ورشات عمل ستقوم بها الشبكة. دور المنصة هو أنه نحن نوجد بيئة خصبة، بيئة جيدة، رفع قدرات المنظمات اللي عم تشتغل بهذا العمل. الهدف الثاني كمان المنصة هو إيجاد صلة وصل أو شبكة بين المنظمات الموجودة بالداخل السوري مع صناع القرار بما يخص العمل الإنساني على مستوى العالم أو على مستوى الإقليمي. وهكذا تبقى المنظمات الإنسانية بحاجة إلى تأهيل ولو بشكل دوري، ويبقى الوضع الإنساني في سوريا بحاجة إلى حل جذري، وما بين هذا وذاك ما زال هذا الشعب المكلوم يدفع ضريبة الحرية. تاليا قدسي، أورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.